أرحب بحضراتكم في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان. سيادة الرئيس، إذا كانت الجائحة قد ألقت بظلال وخيمة على المستوى الصحي والاقتصادي والمعيشية للشطر الأعظم من سكان الكرة الأرضية، فإنها وربما رغما عن الجائحة فقد أماطت اللثام عن الحاجة الماسة لإعادة ترتيب احتياجات البشر، فقد عاد من جديد السؤال عن أولوية الاهتمام بالقطاع الصحي والحاجة الماسة لتوفير مظلة حماية اجتماعية مرنة، الحاجة لدعم الحاجات الأساسية لما يتعلق بالحقوق اللصيقة بالإنسان، الحق في توفير سبل الحياة الإنسانية اللائقة كأساس أشمل لما يقتضيه الاستيعاب الأوسع لمعنى حقوق الإنسان. إن عالم ما بعد الجائحة يحاول التقاط أنفاسه لنقف جميعا على مسافة واحدة من الإنسانية التي جمعتنا وستجمعنا، العالم الذي لا تنظر فيه أمة على أن لها الحق في أن تفرض رؤيتها أو تصور ما بشأن معالجات حقوق الإنسان، ذلك العالم الذي أدرك أن عيشنا المشترك ضرورة لا مفر منها، وأن الحق في الحياة والعيش الكريم مقدم على سائر الحقوق. سيادة الرئيس، إن المحاكاة لهذا العام في صورة جلسة خاصة لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان، وجدير بالذكر أن المجلس هو جهاز حكومي تابع لمنظمة الأمم المتحدة تم تأسيسه عام 2006 خلفاً للجنة حقوق الإنسان، والذي توسعت اختصاصاته وأصبح ولاية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بإعلاء قواعد حقوق الإنسان على مستوى جميع الدول. ومما هو جدير بالذكر أن المجلس يتألف من 47 دولة تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستند عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل بين الدول. هذا ويشارك في المحاكاة هذا العام 115 من شباب العالم يمثلون 47 دولة، وهي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى 8 دول من الدول المراقبة في المجلس، بجانب تمثيل 15 من المشاركين للمنظمات غير الحكومية و5 لتمثيل المجالس القومية. السيد الرئيس، لا شك أن جائحة كورونا أدت إلى تراجع مفهوم الأمن الدولي أمام الأمن القومي، مما حدا بجميع الدول أن تتخذ تدابير تهدف إلى حماية أمنها القومي من خلال غلق حدودها مع دول الجوار والإسراع في جلب رعاياها من الدول الأجنبية وحظر السفر والتنقل. وبحسب منظمة الصحة العالمية، حتى الآن تم إعطاء أكثر من 5 مليارات جرعة من لقاح كورونا على مستوى العالم، ذهب أكثر من 80% منها إلى البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، على الرغم من أنها تمثل أقل من نصف عدد سكان العالم، وهو نفسه ما جعل إفريقيا تحصل على 2% فقط من مجموع 5 مليارات و700 مليار جرعة تم إعطاؤها عالميا حتى الآن، على الرغم من كونها ثاني أكبر قارة على مستوى العالم. هذا ويجتمع شباب العالم الآن لمحاكاة مجلس حقوق الإنسان من أجل الوصول إلى بعض التوصيات التي نقوم بعرضها على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لعل وعسى ونتمنى أن نصل إلى حل يوفر توزيعا كاف وعادل بين الشعوب. سيادة الرئيس، قام ممثلو الدول بإلقاء بياناتهم التي تعكس جهودهم الوطنية وطموحات شعوب الدول التي يمثلوها للتعافي من الجائحة والتحديات التي يواجهوها، وسنستكمل الآن بيانات الدول ثم المنظمات غير الحكومية، ثم سيتم اعتماد مشروع القرار الذي سيصدر عن الجلسة. والآن إذا سمحت لنا سيادة الرئيس أن نستكمل فعاليات هذه الجلسة، فلتبدأ. Your Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I hereby declare open the second meeting of the 34th Special Session of the Human Rights Council. We shall now continue with the list of speakers, and next on my list is the delegation of Cuba. You have the floor, Excellency. Gracias, señor presidente.
El caos causado por la COVID-19 en nuestras vidas es más que evidente. No se había visto semejante deterioro con respecto a los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial. Muchas familias han sido separadas. Varios han perdido su trabajo. Miles de niños se han quedado sin ir a la escuela y casi 5 millones de personas han fallecido. Es por ello que es de máxima importancia tratar este asunto. Nuestro país ha actuado firmemente para reducir las desigualdades fruto de la pandemia. Cuba es el segundo país del mundo con más de 1 millón de habitantes que tiene un mayor porcentaje de vacunación. Lejos de los intereses de las grandes farmacéuticas, hemos desarrollado nuestra propia vacuna con un muy buen resultado. Al priorizar a las personas, hemos conseguido reabrir nuestras escuelas, el ocio y hasta dar la bienvenida de nuevo a los turistas, favoreciendo la recuperación de nuestra economía, la cual lleva años sufriendo por el bloqueo económico internacional. Además, Cuba ha exportado su vacuna a otros países que la necesitan. Este es un problema global y debe ser resuelto globalmente. Estimado Consejo, nuestra delegación quería denunciar cómo la situación de los derechos humanos se ha deteriorado debido a las políticas egoístas de algunos países y grandes compañías farmacéuticas. Si se alcanzase una situación de correcta cooperación internacional y solidaridad, la pandemia tendría los días contados. Como nuestro presidente Miguel Canel Díaz Bermúdez dijo en la Asamblea General en septiembre de 2020, al contrario que el neoliberalismo, أعلن أن النيوليبرالية الجديدة وهذه الرأسمالية الشرسة التي لا تعنى أبدا ولا تلتفت إلى الفقراء، لكنهم يعرفون أن الجائحة عندما تأتي تقضي على الأغنياء كما تقضي على الفقراء. لذلك يجب علينا أن نقوم بالتوسع في إعطاء اللقاح ووصول اللقاحات إلى كل الدول، خاصة تلك الدول التي تأثرت تأثرا شديدا في هذه الجائحة. لذلك نحن de la distribución de vacunas lejos de cualquier interés económico o privado y de esta forma proteger a los más vulnerables y endurecer la protección de los derechos humanos. Señor presidente, muchas gracias. شكرا جزيلا سيد الرئيس. Thank you, Your Excellency. This was the last speaker on our list of member states and observer states. هذا هو المتحدث الأخير على قائمة المتحدثين. الآن ننتقل إلى قائمة المنظمات غير الحكومية. And the first speaker on our list is the distinguished representative of the Mediterranean Alliance of Political ممثلة تحالف البحر الأبيض المتوسط للمشاركة السياسية ممثلا عن المنظمات غير الحكومية. شكرا سيد الرئيس. إن تحالف البحر الأبيض المتوسط يشعر بعميق القلق إثارة تنامي الآثار بعيدة المدى والسلبية بسبب الوباء وتأثير ذلك على الفئات المهمشة، حيث تركت الفئات الهشة والضعيفة وحيدة في مواجهة هذا الوباء. إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد حددت وأشارت إلى زيادة العنف المنزلي ضد النساء والفتيات نتيجة زيادة فترات البقاء في المنزل. وأشار مؤتمر الأمم المتحدة 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو بأن السجون بيئات عالية الخطورة في ظل الجائحة، لأنه بالإضافة إلى الإهمال المنهجي هناك عدم كفاية في أنظمة الصحة اللازمة. بالإضافة إلى ذلك لاحظ التحالف إلى أن التأثيرات المذكورة للجائحة ازدادت شدة في البلدان النامية من حوض البحر المتوسط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. في مصر، ورغم التطور المحدود الذي ظهر في صورة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن التحالف لا يزال قلقا إزاء أعمال التمييز ضد النساء والأقليات والمجتمعات الضعيفة الأخرى، فضلا عن حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وقمع المجتمع المدني. The COVID-19 pandemic أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع المتدهور للسجون والسجناء في مصر with limited government response, في ظل استجابة حكومية محدودة، ما أدى إلى انتهاكات في حقوق الإنسان لهذه الفئات المعرضة للخطر. نحن نناشد الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. شكرا لك سيد الرئيس. بهذا البيان الأخير لقد انتهينا من قائمة المتحدثين. That Egypt has requested for the right of reply. لقد طالبت مصر بحق الرد إعمالا بالقواعد الإجرائية لمنح حقوق الإنسان. The delegation of Egypt, you have the floor, Excellency. إليكم الكلمة. شكرا سيد الرئيس. السيد الرئيس، إن وفد جمهورية مصر العربية قد طلب الكلمة إعمالا لحقه في الرد على تلك الادعاءات ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي يرفضها جملة وتفصيلا. وفي هذا الإطار أود أن أحيطكم وأحيط المجلس
بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل ترسيخ حقوق الإنسان. السيد الرئيس، لقد آلت الدولة المصرية على نفسها أن تتبنى مقاربة شاملة في ملف حقوق الإنسان، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي، والتي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية، والتي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط مع أهميتها، ولكن امتدت لجوانب عدة. فعلى صعيد الحق في الحياة، واجهت الدولة المصرية بشراسة نيابة عن العالم عبر مؤسسات إنفاذ القانون موجة إرهابية شديدة العنف وصدبيئة إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد. تلك الموجة استدعت بعض الإجراءات الاستثنائية وقتها حماية لأرواح المواطنين المصريين وممتلكاتهم، ولكن ما إن نجحت الجهود الوطنية المصرية في مكافحة الإرهاب حتى أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بإلغاء مادة حالة الطوارئ إيزاناً ببدء الجمهورية الجديدة في مصر، جمهورية قوامها العدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. السيد الرئيس، في إطار الحرص على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، امتدت الجهود الوطنية لتشمل إطلاق المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة، والتي أعطت مثالاً إيجابياً يحتذى به في حق المواطنين بالحصول على ثمار التنمية بشكل متكافئ عبر تحسين جودة حياة أكثر من 60% من المواطنين المصريين في نموذج مثالي للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وكذا مبادرات تكافل وكرامة ومئة مليون صحة، والتي تهدف جميعاً إلى تحسين جودة حياة الشعب المصري العظيم واحترام كرامته الإنسانية والوفاء باحتياجاته الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية له. كما تم تعزيز التشريعات وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة ومكافحة كافة أشكال العنف ضدها، فأحرزت المرأة المصرية تقدماً ملحوظاً باعتلائها منصة القضاء وحصولها على أكثر من ربع مقاعد مجلس النواب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فضلاً عن تعيين 8 وزيرات في الحكومة الحالية. وأولت الدولة المصرية أهمية خاصة لملف تمكين الشباب، حيث أصبح الشباب المصري في مقدمة الصفوف في صنع واتخاذ القرار، كما أصبح لمصر تجربة شبابية متميزة لم يقتصر صداها على الصعيد الوطني فقط، بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم عبر تنظيم مصر ل4 نسخ من منتدى شباب العالم، والذي يحظى بالرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليمثل المنتدى المنصة الشبابية الأبرز عالمياً التي يتبادل فيها الشباب من جميع أنحاء العالم رؤاهم وخبراتهم تجاه قضايا عالمنا المعاصر. السيد الرئيس، إضافة إلى ما تقدم، كثفت الدولة المصرية جهودها لتعزيز حرية الدين والمعتقد من خلال تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح وتقبل الآخر والتعايش السلمي ونشر روح التآخي، مما ساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة واعتماده أساساً للحقوق والواجبات. ثم جاء قانون بناء وترميم الكنائس، والذي بموجبه تم تقنين أوضاع أكثر من 2000 كنيسة، ليمثل خطوة أساسية وإضافية في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالانتقاد الخاص بأوضاع السجون والمزاعم الخاصة والخاطئة بحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وكلها مزاعم تفتقر إلى الحقيقة، فقد بذلت الدولة المصرية جهوداً نوعية على صعيد تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بالحق في حرية الرأي والتعبير، وتكوين النقابات العمالية، والحق في التجمع السلمي والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الأحزاب، بالإضافة إلى الحق في الحرية والسلامة الجسدية. فلا يتم احتجاز أي شخص إلا بسبب مخالفته للقانون، ويتم التحقيق معه
ومحاكمته مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال قضاء مصري مستقل ونزيه. وعلى صعيد أوضاع السجون، بذلت الدولة المصرية جهوداً نوعية لتحسين أوضاع السجون، حيث جاء قرار غلق 3 سجون عمومية وتحويل النزلاء بها إلى مجمع الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الشاملة للمسجونين وحمايتهم من المخاطر الصحية وإعادة تأهيلهم تمهيداً لدمجهم في المجتمع مرة أخرى. سيد الرئيس، ما كان لكل ذلك أن يتم بدون شراكة حقيقية وهادفة مع المجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني والذي يساهم في تطوير البرامج والاستراتيجيات بما يتمتع به من خبرات متراكمة. وتكريماً لدور المجتمع المدني، فقد أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، ومن قبل ذلك كانت دعوة سيادته لتعديل القانون المنظم لعمله تشجيعاً له على العمل بحرية والمساهمة كشريك وطني هام في بناء الجمهورية الجديدة. وشكراً سيد الرئيس. Thank you, Your Excellency. I wish to thank you all for your statements and your contribution to this discussion. And now, ladies and gentlemen, we move to action on draft resolution. And before we start taking any action on draft resolution before us, I would like to remind you that the voting process is for the members of the council only. Observer states, therefore, will not be in a position to take the floor, not even on a point of order. We will follow the same standard procedures for voting as in previous sessions. And I would also like to remind you that the general speaking time during the voting process will be 3 minutes. The standard voting scenario to be followed has been distributed to facilitate your work. The council will now consider draft resolution S34 and L1 entitled COVID-19 and its adverse effects on the employment of human rights. بحيث تناوله الاعتماد أعطي الآن الكلمة إلى ممثل جمهورية مصر العربية لأن يقدم لكم نص القرار بعد مراجعتهم. إليك الكلمة سيدي. شكرا سيد الرئيس. تقدمت جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة الإفريقية بمشروع قرار أمام المجلس حول سبل احتواء تداعيات جائحة كورونا على حقوق الإنسان، وسيقوم وفد جمهورية مصر العربية بتلاوة مشروع القرار على النحو التالي: مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الخاصة رقم 34 بتاريخ 11 يناير عام 2022 في مجلس حقوق الإنسان، إذ نسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ونؤكد من جديد المواد ذات الصلة بهذا الموضوع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وإذ تثير التداعيات بعيدة المدى والسلبية لوباء كورونا على حقوق الإنسان العالمية على وجه التهديد الحق في الحياة والحق في الصحة، وإذ ننظر مع التقدير إلى الجهود التي يبذلها مرفق كوفاكس في توفير اللقاحات وتوزيعها حول العالم، وإذ نلاحظ بقلق بالغ الأثر السلبي لوباء كورونا على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والحق في التنمية، وإذ ندرك تماماً ضرورة توفير تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية للمتضررين من الوباء، وإذ نسلم بأهمية الحوار الدولي كوسيلة لتعزيز التعاون المستدام بين الدول الأعضاء بشأن المسائل العالمية، وإذ ندرك تماماً الدور الحاسم لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تسريع جدول الأعمال العالمي لحقوق الإنسان. لذلك نوصي بما يلي: أولاً، نظراً للأثر السلبي لجائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة، نوصي المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحافظ على هذا الحق وضمان كفاءته،
وتوفيره للجميع دون تمييز. ومن بين هذه التدابير إلغاء حظر تصدير المواد الخام اللازمة لإنتاج اللقاحات، وفك الارتباط بين كلفة أنشطة الأبحاث والتطوير الجديدة وأسعار الأدوية واللقاحات. ثانياً، على ضوء الأثر السلبي لجائحة كورونا على سبل العيش للعديد من فئات المجتمع وعلى التمتع بحقوقهم الاقتصادية والحق في التنمية، فنوصي المجتمع الدولي بأهمية التعاون والتضامن الدوليين لمواجهة الجائحة والقضاء على مظاهر التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة في التمتع بثمار التنمية داخل كل دولة وفيما بين الدول النامية والمتقدمة. ثالثا، التأكيد على ضرورة اعتماد الدول نهج قائم على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند وضع خطط الاستجابة للتصدي لجائحة كورونا، والالتزام بمبادئ الضرورية والتناسبية عند وضع تدابير الطوارئ اللازمة للتصدي للجائحة، وأن يتم تطبيقها بطريقة غير تمييزية. رابعا، إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات جائحة كورونا، ومن بينهم كبار السن وذوي الهمم والمهاجرين واللاجئين والمرأة والعاملين في المجال الطبي. خامسا، التأكيد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمتضررين من الجائحة، والتأهب لأي مخاطر مستقبلية بما في ذلك من خلال التكاتف من أجل إنشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية. سادسا، قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعقد حلقة نقاشية حول أثر جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والتشاور حول كيفية القضاء على مظاهر التمييز وعدم المساواة، وضمان تمتع كل فرد بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية في سياق جائحة كورونا، والتعامل مع التحديات ذات الصلة بالوصول إلى تكنولوجيا مكافحة جائحة كورونا، والحصول على المنتجات الطبية واللقاحات بتكلفة أقل وفي أقرب وقت ممكن. سابعا، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المجتمع المدني، ولا سيما في ضوء الدور الهام له وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توفير المعلومات حول الاحتياجات على أرض الواقع والاستفادة منهم في تصميم خطط الاستجابة وتنفيذها. ثامنا، تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والتعصب وكراهية الأجانب والمسلمين والمنحدرين من أصول إفريقية بما في ذلك في سياق مكافحة جائحة كورونا. وإذ يرجو وفد جمهورية مصر العربية بأن يدعم المجلس مشروع القرار المقدم من المجموعة الإفريقية أملاً في تحرك عاجل لاحتواء آثار وتداعيات جائحة كورونا حماية وإنقاذا للبشرية. شكراً سيد الرئيس. Thank you, Your Excellency. I now shall open the floor for the members of the Council to make general comments. The Secretariat has received the request of the delegation of Venezuela to provide a statement. Your Excellency, the floor. Gracias, señor presidente. En primer lugar, la delegación de Venezuela felicita a todos los presentes por sus estimables esfuerzos. Nuestra resolución es completa. Tiene en cuenta aquellos que más sufren los efectos de la pandemia y definitivamente arroja esperanza en estos tiempos sombríos. La pandemia de la COVID-19 no solo ha transformado la manera en la que vivimos, sino que ha cambiado la perspectiva desde la que hoy tenemos al mundo. No sabemos la ciencia cierta qué cambios han venido para irse y cuáles han llegado para quedarse. Sin embargo, si algo hemos constatado es que el ser humano es vulnerable. Por ello, es indispensable que afrontemos juntos los desafíos globales que se nos presentan, que es exactamente el propósito de esta asunción. El mundo se encamina lenta pero inexorablemente hacia un lugar desconocido,
hacia un cambio de paradigma. Un nuevo entorno cada vez más digital y competitivo en que la cooperación internacional será aún más necesaria. En definitiva, será un lugar lleno de incertidumbres que pondrá a prueba nuestra capacidad para proteger, actualizar y hacer cumplir los derechos humanos en todo el mundo. En nuestra opinión, esto es justamente lo que hemos conseguido hoy con esta resolución y esperamos poder seguir por este camino en el futuro. Creemos que si de esta no podemos salir más fuertes, sí podemos salir algo más preparados. Venezuela apoya esta resolución, la cual, por cierto, ha contado con la participación de jóvenes expertos. Y Venezuela seguirá trabajando para hacer del mundo un lugar más justo, igualitario y resiliente. حتى نفرض النظام والمساواة والعدل في جميع أنحاء العالم. شكرا جزيلا سيد الرئيس. هل وردت إلينا أي طلبات للإدلاء بالتعليقات العامة؟ لا أرى أي طلب للكلمة. إذن إن مشروع القرار S34 سيعتمد بالإجماع. It is so decided. تقرر ذلك. Clause is in order. يمكنكم التصفيق. والآن وبعد انتهاء جلسة المحاكاة ومع الإيمان الكامل أن العبرة تكمن دوما في التنفيذ، فقد تم التأكيد على أن هناك ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع. وبناء عليها نأمل أن تخرج توصيات هذه الجلسة الهامة من النطاق النظري إلى التطبيق العملي وتوفير كافة السبل لتبنيها من المجتمع الدولي. فإن كنا نتحدث عن حقوق الإنسان دون تمييز، فلا يوجد تمييزا أكثر من توفير اللقاحات على مستوى النطاق الإقليمي لكل دولة دون اهتمام أو حرص على باقي الدول التي تفتقد الأدوات لمواجهة ذات الجائحة. ومن هنا وجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف من أجل القضاء على أزمة مستجدة أطاحت بالعالم أجمع بكل السبل والوسائل الممكنة. والآن إعطاء الكلمة للسيدة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فلتتفضل. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ديستينجويش ديليجيتس، الحضور الكرام، شكرا فخامة الرئيس لثقتكم الغالية. نصرة جديدة للمرأة المصرية تضاف لإنجازات غير مسبوقة حققتها نساء مصر. تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان تمثل المرأة أكثر من 44% من أعضاء. شكرا باسم التشكيل الجديد للمجلس برجاله ونساء. فخامة الرئيس، السيدات والسادة رؤساء الوفود، نثمن غاليا عقد جلسة خاصة لمحاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعبيرا عن الاهتمام بالدور الذي يلعبه هذا المحفل الدولي المهم، وتعبيرا عن المرحلة التي تعيشها الجمهورية الجديدة، والأهم أنها تعبر عن إرادة سياسية رفيعة المستوى لإعطاء الشباب زمام المبادرة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتعزيز حالة حقوق الإنسان، كما أنها تمثل بداية قوية وملهمة لمبادرتكم فخامة الرئيس بإعلان عام 2022 عام المجتمع المدني، مثلما تأتي امتدادا لدور مصر النشط في قلب الحركة العالمية لحقوق الإنسان والذي بدأ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الحضور الكرام، مثلما استمعنا من الوفود، فقد أطاحت جائحة كورونا بكثير من حقوق الإنسان، خاصة للفئات الأكثر تعرضا للخطر
ومنهم النساء والأطفال ومتحدي الإعاقة والمسنين والمهاجرين وطالبي اللجوء والنازحين وغيرهم. والسؤال كما استمعنا، هل كان العالم مستعداً؟ هل استعدت المنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية؟ الواقع أن الإجابة بالنفي، فقد اجتاحت جائحة كورونا واغتالت الإنسانية، وهي جائحة دولية، ولكن غاب عنها التعاون الدولي مثلما استمعنا لممثل فنزويلا. والآن هناك محاولة لاستدراك ذلك وتعويضه من خلال دبلوماسية التطعيم، وهناك محاولة لاستيعاب قوى كامنة لم نعلم أننا نملكها كبشر، أدركناها خلال محاربتنا لهذا الفيروس اللعين، وهذا ينسحب على جميع الشعوب. استكمالاً للنقاش الذي دار بين الوفود الموقرة في هذه الجلسة، واتساقاً مع مشروع القرار الذي أقره المجلس الموقر للتو، لدي توصيتين. الأولى، دعوة الدول أعضاء الأمم المتحدة للنظر في تعديل ميثاق الأمم المتحدة باعتبار الأوبئة وتغير المناخ والزيادة السكانية من العوامل التي تهدد السلم والأمن الدولي، وتتطلب تدابير لمعاونة الدول النامية المتأثرة. اتصالاً بهذا، وفي ضوء ما لمسناه من قصور دور مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة عن التعامل مع هذه الجائحة، نوصي بتمكين الأمين العام للأمم المتحدة من القيام بدوره وفق ميثاق الأمم المتحدة حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره بسبب الفيتو، لتمكين الأمم المتحدة من التعامل مع هذه الأزمات الإنسانية. هذا فيما يتعلق بالعالم. ماذا عنا نحن هنا في مصر؟ هل كنا مستعدين لهذه الجائحة؟ ربما كنا أكثر حظاً، حيث بدأنا مبكراً بفضل قيادة واعية مستنيرة. 7 مبادرات صحية، منها معجزة القضاء على فيروس سي، 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات، إزالة العشوائيات وبناء مدن حديثة. قطعنا شوطاً كبيراً مهماً في الإصلاح المالي والاقتصادي الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أطلقنا مبادرة الشمول المالي، وهذه موجهة بالأساس للنساء والشباب وذوي الموارد الضعيفة. دعمنا الصناعات الصغيرة والمتوسطة. تم تخصيص في بداية الجائحة، وكان هذا إجراء استباقيا، تم تخصيص، قرر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 100 مليون دولار للتعامل مع الجائحة، وتم اتخاذ تدابير مالية واقتصادية وسياسية حمائية لدعم الشباب والمرأة والفئات المهمشة، واستمرت هذه التدابير حتى بعد انحسار الجائحة بعض الشيء. المهم في هذا كله الحقيقة أن مصر قدمت النموذج، وهذا ليس كلامي ولكن هذا تقييم دولي أجرته جامعة جورج واشنطن، أنا قرأته بالصدفة، وهو لم يأتي في إطار مديح، ولكن أنا يعني اقتبست منه كلمات محددة، إن مصر قدمت النموذج بالتنسيق الحكومي داخل الحكومة والتعاون مع المجتمع المدني في التصدي للجائحة. فقد تشكلت لجنة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، ضمت عدد كبير من الوزارات المعنية في متابعة لصيقة يومية لحظية للموقف ومصارحة الشعب وتكييف التدابير الاحترازية
وفق حالات انتشار الفيروس. كل من تواجد على أرض مصر تلقى نفس الرعاية والعناية في مواجهة الجائحة. حوالي أو ما يزيد عن 6.5 مليون من اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء ضيوف في وطن لا يعرف مخيمات للاجئين. النتيجة أننا في مصر اكتسبنا خبرة رفيعة المستوى في إدارة الكوارث والأزمات العالمية. هذا الأسلوب الواعي ضمن أننا مستعدون ولدينا المرونة والصمود resilience, preparedness and flexibility. إذن ما هي الدروس المستفادة؟ أول حاجة، وعي الشعب هو أهم التدابير الاحترازية. 2، الوفاء بحقوق الإنسان دون أي تمييز لأي سبب كان هو أقوى صمام أمان. 3، لن يتمتع أحد بالأمان ما لم يتمتع الجميع به. 4، إن الحق في الوصول إلى الشبكة العنكبوتية لا ينفصل عن الحق في الحماية من استخدامها للاستغلال أو العنف أو الحض على الكراهية. الأهم إن نجاح إدارة الأزمة لم يقف عند هذا الحد، بل استمرت المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية والاستثمار في البشر، ثم مبادرة حياة كريمة العملاقة التي يستفيد منها أكثر من 60% أو 60 مليون من سكان مصر. ولم تحول الجائحة دون استكمالنا الاستحقاقات السياسية بانتخاب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ. وكانت النقلة التي كنت شخصياً أحلم بها حيث تفضلتم فخامة الرئيس بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يعني الحقيقة فاق كل التوقعات إن مصر تعلن هذه الاستراتيجية، يعلنها السيد رئيس الجمهورية التزام سياسي على أعلى مستوى تلاها قراركم الحكيم بعدم مد حالة الطوارئ. واليوم محاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تحية إعزاز وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد المستنير. تحية للنقلة النوعية التي تسعون لتحقيقها في مجال حقوق الإنسان. يدرك المتخصص والمتابع الملم لخطابكم فخامة الرئيس أنه يعبر عن منهج حقوقي راقي يضاهي المعايير العالمية لحقوق الإنسان. تابعنا كلماتكم القوية والتي تشكل خطوة عظيمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر. قلتها صريحة دون مواربة، مسلم، مسيحي، يهودي، هذه حرية. ومن لا يؤمن فهو حر، له رب يحاسبه وليس أي شخص آخر. إنها نقلة كبيرة تبشر بعودة مصر لما كانت عليه من سماحة، دولة تحترم الاختلاف وتبني عليه، فهي مصر رمز التسامح وقبلة الباحثين والأكاديميين والعاشقين لحضارتها وثقافتها وشعبها الكريم. شكرا فخامة الرئيس. شكرا. Thank you, Your Excellencies, Distinguished Delegates. شكرا لكم الوفود الكرام. شكرا معالي السفيرة. والآن في نهاية هذه الجلسة نترك التعقيب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادة الرئيس، لو كان لحضرتك أي تعقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أهنيك من كل قلبي على النموذج اللي انتم اشتغلتم عليه فيما يخص محاكاة لموضوع من أهم الموضوعات اللي دايما بيتم استخدامها أو بيتم التعامل معها أو بيتم الترويج لها على أنها يعني موضوع
متطور وراقي جدا مرتبط بحقوق الإنسان، وخاصة في قضية كانت كاشفة، قضية الكوفيد 19 والإجراءات اللي صاحبتها وقديه كانت، لأنها كانت على مستوى العالم، فما كانش فيه فرصة للدول إن هي تقدر يعني تقدر تتعامل معها إلا في إطار إجراءات. كانت أتصور إن الدول الغربية بالقيود اللي فرضتها كانت أول نقطة من النقاط اللي يمكن بعضها كان ضد مبادئ ومفاهيم هم متصورينها، على سبيل المثال زي حرية التنقل وحرية التطعيم أو كلام من هذا القبيل. طب ما هو اقتضيت المصلحة، المصلحة العليا للعالم كله وللدول ديت ان هي تاخد اجراءات وقيود كان الهدف منها حماية العالم كله وحماية الدولة الوطنية في هذه الدول. اتصور ان هذا الامر في حد ذاته يعني القى الضوء على ان اقتصار موضوع حقوق الانسان في حرية التعبير فقط والممارسة السياسية، وانه اهمية ان هو يبقى، يمكن ده كان الجيل الاول والجيل الثاني كان الاقتصادي والاجتماعي واحنا هنا في مصر. ومنقولش ده عشان يعني نشير ان احنا كدولة حارسين على الموضوع دوت، احنا بنحارسين على موضوع حقوق الانسان من منظور فكري، معتقدات احنا بنمارسها. لما بيجي نتكلم زي يعني ما تم تناوله حتى من يعني شبابنا اللي اتكلم في الموضوع او من السيدة السفيرة مشيرة خطاب على موضوع عدم التمييز وعملية التمييز على اساس ديني او اي اساس اخر، حتى الكلام ده احنا ما عملناهوش تحت ضغط من حد، احنا عملناه في ضوء معتقدات وافكارنا اللي احنا بنقول فيها ان التنوع والاختلاف ده امر احنا بنقوله امر سنة من السنن الكونية، يعني الاختلاف والتنوع بين الناس في اللغة وفي اللون وفي الشكل وفي الثقافة وفي كل شيء ده سنة. مش هنقدر نخلي العالم كله يتكلم لغة واحدة، مش هنقدر نخلي العالم كله شكل واحد، مش هنقدر نخلي العالم كله مشاربه السياسية مشرب واحد. وأتصور إن لو إحنا فكرنا إن إحنا عايزين نعمل ده نقول الكل يبقى له لون سياسي واحد أو فهم وممارسة واحدة، أخشى إن إحنا يكون ده شكل من الأشكال الاستعلاء بالقدرة، الاستعلاء بالإمكانيات، الاستعلاء حتى بالممارسة. لابد يبقى فيه تنوع واختلاف بين الدول وبعضها البعض. ده مش أنا اللي بقول كده، مش أنا بقول كده عشان بحاول أروج لحاجة أو أدافع عن حاجة، لا أنا بتكلم دي ده الواقع اللي الدنيا كلها موجودة فيه. النقطة التانية اللي عايز أتكلم فيها هنا وكانت برضو من النقاط المهمة، موضوع اللي طرحته السيدة المشيرة أن سفيرة خطاب أن احنا نحط مع توصياتنا اللي ممكن نبعتها او هتبعتوها للأمم المتحدة، ان لما حصل تطور والتطور ده كان كاشف، انا بكلم على الأوبئة هنا، وده كان كاشف ان ده مهم ان يتحط يبقى جزء او بند من بنود حقوق الانسان اللي هو مجابهة الأوبئة والامراض الخطيرة وايضا الزيادة السكانية والسيطرة عليها. وانا هتكلم في النقطة دي على انها قد ايه بتمثل تحدي لكتير من الدول. كتير من الدول اللي موجودة يمكن او الدول الغربية بالتحديد النمو السكاني بتاعها متوقف او ثابت على مدى يمكن 30-40 سنة، يعني بنيته الصحية ما كانتش محتاجة دعم، بنيته الصحية لان هو كان عدد سكانه مثلا في اي دولة من غير ما نذكر اسماء كانت 40 أو 50 مليون، يبقى البنية الصحية اللي موجودة على مدى 30-40 سنة اللي فاتوا ما كانتش محتاجة تعزيز أو تطوير. طب تصوروا دولة زي مصر،
دولة زي مصر كان لو بنتكلم على 2.5 مليون زيادة سنوية. أنا لما أجي أعزز البنية الصحية لمصر ده كل سنة محتاج أضيف تعزيز مش بنية صحية بس، لا حتى البنية التعليمية اللي هو المدارس والجامعات، ده أمر يتحط في الاعتبار إنه ده تحدي من التحديات. لأن أنا لو أنا ما قدمتش تعزيز للعملية الصحية في مصر تتناسب مع الإنسان اللي عندي، طب أنا كده أثرت كدولة في حق من حقوق الإنسان في العلاج الصحي الجيد أو التعليم الجيد. أنا عايز أقول إن ده تحدي. طب هل الناس أو لما بيتم تناول حق حقوق الإنسان في مصر أنا حقبل أي شكل من أشكال يعني التناول لما يعني لأوضاعنا في مصر، لكن أيضا أن يكون التناول تناول متكامل تناول شامل. دي قضايا موجودة عندنا. هو النهاردة لما يكون عندي إنسان يعني 2.5 مليون كل سنة، هو أنا مش محتاج أن أنا أشغلهم ويعطيهم فرص عمل؟ هو ده مش من حقه كإنسان أن هو يشتغل ويعيش ولا مش من حقه؟ طب أنا أعمل ده إزاي؟ وعشان كده أنا بتفق وبأكد وداعم تماما لفكرة أن النقطة دي تبقى أحد نقاط حقوق الإنسان عشان الناس تبقى عارفة أنها بتمثل تحديات لدول زي دولنا. فدي نقطة أنا بس كنت عايز أتكلم فيها كمان. وعايز أقول لكم على حاجة، إحنا لما جاءت الجائحة جاءت ضربت العالم كله، احنا في مصر رصدنا 100 مليار جنيه في دولة يعني ظروفها الاقتصادية مش قوية. السياحة في مصر اتضربت بشكل كامل، وده قطاع كبير جدا بيدر اكتر من 14-15 مليار دولار. القطاع النقل وحتى في قناة السويس تأثر بشكل كبير، حركة النقل في مصر او حركة النقل في العالم كله اتأثرت، وده قطاع كان برضو بيدر أموال لينا وتأثرنا بها تأثر كبير، لكن ده ما منعناش في إطار إن إحنا الحفاظ على حقوق شعبنا. وزي ما تقال كده إن ده ما حصلش فيه تمييز بينه وما بين الموجودين عندنا، الناس اللي هم إحنا ما بنقولش عليهم لاجئين بالمناسبة لضيوفنا اللي موجودين هنا شبابنا، إحنا ما بنقولش عليهم لاجئين. وعايز أقول لكم على حاجة، طب ما هو التناول هو حق الهجرة حق من حقوق الإنسان. إحنا في مصر هنا بنتكلم على 6 مليون إنسان جم نتيجة الصراعات اللي موجودة بعضها، يعني نتيجة الصراعات اللي موجودة أو محدودية القدرات وحجم الفقر اللي موجود في دول يعني قريبة مننا. لا منعناهم ولا قعدناهم في مخيمات. أنا بتكلم على رقم كبير قوي، مش بتكلم على 5000 ولا 10000. يعني أصدقائنا في أوروبا بيرفضوا إن هم يستقبلوهم. أنا بتكلم على 6 مليون إنسان، 6 مليون إنسان موجودين هنا مش موجودين في معسكرات. ما فيش معسكرات لاجئين في مصر خالص. الناس دي مدموجين في مجتمعنا، بيشتغلوا بيأكلوا بيشربوا وبيتعلموا بيتعالجوا. يمكن تكون قدراتنا مش متقدمة قوي وإمكانيات تكون مش متقدمة قوي زي الدول الغنية، لكن على الأقل إحنا يعني تم إتاحة ما لدينا لهم من غير كلام كتير، من غير كلام كتير. وما سمحناش لنفسنا إن إحنا نبقى معبر لهم يعبروا فيه إلى المجهول ويلقوا مصير يعني قاسي جدا في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا. ما عملناش ده. مش عايز أطيل عليكم، أنا سعيد بأن يتم تناول هذا الموضوع المهم وأيضا ربطه بموضوع زي موضوع الجائحة جائحة كوفيد وتأثيرها. وأديه زي ما أقول كده الموضوع بتاع الجائحة كان كاشف، وأيضا موضوع الهجرة وتعامل الدول معاه هو أيضا كاشف، كاشف لفكرة ومفهوم وممارسة حقوق الإنسان. يا ترى هتستقبلوا الناس اللي هي
ما عندهاش فرصة ديت، ولا بتحافظوا على مجتمعاتكم وبتحافظوا على مكتسباتكم وبتحافظوا على قدراتكم الاقتصادية، مش مستعدين تدوا لحد. احنا هنا ما عملناش كده، احنا هنا في مصر ما عملناش كده. احنا رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر خلال السنوات الأخيرة ديت. يبقى كلمة واحدة مهمة تنتبهوا لها، إن مش عارف إن النقطة اللي أنا هقولها دي يمكن حطها يعني إنها تتم ذكرها أو لا في موضوع حقوق الإنسان. يا جماعة يعني اللي بيعمل صراعات في الدول تؤدي إلى خرابها ده ما يعتبرش، ده أمر لابد إن احنا نحطه في الاعتبار، إن الدول اللي بتسعى إلى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر وأمور أخرى، هل ده ما يعتبرش؟ هو النهاردة اللي حصل في الدول اللي موجودة حوالين مننا، هو في حد نجي في دولنا الموجودة دي غير مصر؟ في منطقتنا العربية دولة نجت من الخراب غير مصر؟ مش عايز اقول اسماء الدول عشان بطبيعة الحال مش عايز يعني اعمل ايلام للدول اللي بتعاني من كده، لكن اكيد كلنا عارفين الخريطة بتاعت منطقتنا هنا وحالة الخراب والدمار اللي موجودة فيها ومعسكرات اللاجئين اللي فيها ملايين البشر بقالهم 10 سنين موجودين دلوقتي. يا ترى حقوق المواطنين، مش بس حقوق المواطنين، النتاج الاستمرار في معسكر للاجئين 10 سنين، يعني الطفل اللي كان عنده 7 سنين بقى عنده 17، والبنت او الفتاة اللي كان عندها 8 سنين بقى عندها 18 سنة، موجودة فين؟ موجودة في معسكر. أنا بتكلم على ملايين، بتكلم على ملايين، مش بتكلم على 10,000 ولا 100,000. موجود في دول فيها 2 مليون و3 مليون لاجئ، علاوة غير اللاجئين اللي موجودين داخل المعسكرات الداخلية للدول ديت. اللي قام بالعمل على هدم الدول ديت هو مش ده من حق من حقوق الانسان ان احنا لا نتدخل في شؤون الدول حتى نخربها ونسيب المواطنين البساط يعانوا في ليبيا في سوريا في اليمن في الصومال في العراق؟ مش عايز اتكلم على دول تانية. ومصر كانت هتبقى من الدول ديت، مصر كانت هتبقى من الدول، دولة فيها 100 مليون كانت معرضة للخراب وللدمار. المفروض ان يعني حد زي في الوظيفة ديت ما يتكلمش كده، عشان يعني، لكن لا، لازم نكون كشباب ينظر من اي دولة في العالم ان هو ينتبه، وينتبه انه يبقى دايما عنده العقلية النقدية لما يتم طرحه. اسمع وشوف وافرز بعقلك، شوف العالم اللي احنا حولنا من اللي انا بتكلم عليه ده بقى فين، ليه بقى العالم اللي الدول دي اللي بتكلم عليها حجم الضرر والخراب وحقوق الانسان اللي استهلكت فيها قد ايه؟ ليه؟ اخشى ان يكون التنافس السياسي والمصالح بتؤثر كتير جدا جدا على الإجراءات اللي بيتم، وبالتالي يتروح فيها دول في الرجلين ويضيع شعوبها وتتخرب البلاد ديت ويبقى ملهاش مستقبل ل50 و100 سنة قادمين. فأنا بشكركم جميعا، حتى اللي قام بالمساهمة وقام بالهجوم على مصر بمنتهى الشد، انا بشكركم. صحيح انا حسيت ان الخطاب قاسي جدا، لكن
لكن صدقوني الواقع اللي موجود في مصر مش بقوله كده، انا بقول لكم كشباب هتسافروا من هنا اللي مش موجودين معانا في مصر، الواقع اللي في مصر مش كده خالص، وبالتالي ده شكل من اشكال الاساءة بقصد او بدون قصد للدولة المصرية. شكرا جزيلا. شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا للسادة الحضور، وأيضا شكرا للشباب المشارك في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، آملين أن تظل دائما مصر مهدا لشباب العالم، دمنا مجتمعين ومؤثرين ودمنا مبدعين. شكرا.